من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان استكمال مشروعات اكاديميه الفنون المتوقفه من 27 سنه انها تخلص ان شاء الله باذن الله. احنا عملنا بروتوكول مع الهيئه العامه للقوات المسلحه او الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه انها تستلم مبنيين من المشاريع، مبنى المتحف الفنون الشعبيه فاضله 5% فقط ويخلص، ومبنى المعمل التصوير السينمائي فاضل 15% فقط ويخلص المبنى، طبعا غير التجهيزات. فاستلموا الحمد لله، ودي تعتبر انجاز كبير جدا جدا لاكاديميه الفنون. تاني بقول الانجازات اللي ساعدنا فيها فخامه الرئيس بالاوامر السريعه. ان شاء الله بعد كده هنكمل مبنى المعهد العالي لفنون الطفل ومباني مدارس اكاديميه الفنون. احنا عندنا لوائح كلها مستنيه في الادراج الحقيقه، للاسف المباني تخلص، تخلص ان شاء الله. وعندنا لوائح، اللوائح دي كلها واخده قرار جمهوري، يعني خلاص لازم تنشا. وعندنا كمان هننشئ ثلاث معاهد اخرى ان شاء الله ليها المباني موجوده بس تخلص، زي معهد المعهد العالي للاداره الثقافيه او ثقافه الاداره، يعني هنشوف الاسم اللي يمشي اكتر، لان دي معهد برضه موجود اول مره معهد اداره ثقافيه يكون موجود في مصر او في الوطن العربي او في الشرق الاوسط او في افريقيا. ده بيعلم الثقافه او بيدير او بيعلم الناس كيف يديروا الثقافه، زي مديرين قصور الثقافه، زي مستشارين الثقافه، يعني معهد مهم قوي. في معهد تاني هو معهد فنون الترميم، معهد فنون الترميم بقى معهد مهم جدا برضه، هيبقى موجود في المنطقه مصر والوطن العربي والشرق الاوسط وافريقيا. ده معهد هيكون فيه تخصصات زي ترميم الافلام، زي ترميم اللوح التشكيليه، فنون التشكيليه، كل انواع الترميم، زي ترميم الاثار. واحنا فعلا ابتدينا نتواصل مع بعض الشركات في هولندا من ناحيه ترميم الافلام، ابتدينا نتواصل مع احد الشخصيات المهمه جدا في وزاره الاثار علشان نيجي نعمل بروتوكول ونعمل اللوائح التنفيذيه المنهجيه والمقررات اللي هتدرس في المعهد ده. المعهد الثالث وهو معهد العماره البيئيه، ده معهد برضو هيبقى جديد جدا. ليه؟ لان هو هيهتم بقى بحضرتك زي اللاندسكيب في مصر كلها بقى، يبقى الجمال بتاع العماره في مصر كلها مختلف، وده بقى فن.